الأستاذ الشفاوي مدير معرض الشرق التراث والأزياء، كي كملتموه في هذا الأسبوع معرض الشرق التراث والأزياء اللي جاء في إطار استراتيجي بشراكة نجزوها بشراكة مع وكالة تنمية هذا الشهر اللي كانت تحفيلها باش نخلقوا واحد الفضاء اللي غيكون فضاء لتبادل التجارب والخبرات بين الاقتصاد التضامني وبين التعاونيات الحرفيه ديال الجهه الشرقيه والناظر على وجه الخصوص مع 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 تعاونيات وحرفيين من دول اخرى. اختارينا هذه المره جهه الاندلس واسبانيا نظرا للتقارب والروابط المشتركه الموروث المشترك بيننا في جميع المنتجات وفي جميع جميع تراثيا ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا كاين واحد الترابط بين الاثنين. لذلك اختارينا واليوم كنشهدوا مجموعه من التعاونيات الحرفيين كيشاركوا معنا في المعرض الى جانب الحرفيين والتعاونيات اللي كتجاوز 30 عارض معنا في المعرض. اليوم بالموازاة مع المعرض تم تنظيم عدة ورشات لإبراز التجربة الإسبانية في الاقتصاد التضامني واللي عرضوها مجموعة من التعاونيات وعرضوا التجربة ديالهم الشخصية وبيان سور العراقيل اللي تلقاوها في الدول والحلول اللي دارت هذا باش يحكي التجربة المغربية وحتى التجربة المغربية تعرضت. وكما تم تنظيم عدة ورشات ودورات تكوينية لفائدة جميع العارضين في عدة مجالات وخصوصا المجال الرقمي كيفية الولوج إلى العالم الرقمي من طرف. وبيان سور كما قلتم هذا المعرض جاء واحد الاستراتيجي اللي كانت تنظم واحد النسخة في يونيو 2023 أو النسخة في بلاط ملاقا بمشاركة تعاونيات المعرض ديال الأندلسية شاركنا دينا معنا التعاون مشات تعاونيات منا شاركت ودابا جاو معنا يشاركوا معنا هما باش يكونوا هذا التبادل اللي يكون ترابط وتبادل والهدف منه أننا نخلقوا شراكات بين الاقتصاد التضامني بين التعاونيات الحرفيين ديال المغرب والتعاونيات الحرفيين